أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرص على المشاركة الجادة والمستمرة من أجل إبراز مملكة البحرين على خريطة العالم، سعيا لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية، فضلا عن المساهمة بشكل فاعل في الترويج للبيئة الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع النفطية وزيادة الاستثمارات البترولية فيها. جاء ذلك خلال ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمي بنسخته 22 والتي انطلق في مدينة اسطنبول التركية، حيث أشار معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة إلى حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالعنصر البحريني الذي هو ثروة البحرين ورأس مالها وتعزيز إنجازات المملكة محليا وإقليميا ودوليا. وقد شهدت كلمة معالي وزير النفط حضور عدد كبير من المعنيين في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والدولية، حيث أكد فيها معالي على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي والمعرض المصاحب للمؤتمر العالمي لمجلس البترول العالمي 22 لهذا العام 2017 جاءت لتترجم صراحة حرص القيادة الرشيدة في تعزيز إنجازات مملكة البحرين وتمثيلها في المحافل الإقليمية والعالمية والتي تسعى إليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمن استراتيجيتها التنفيذية في هذا المجال. وقد تخللت فعاليات المؤتمر انعقاد اجتماعات طاولة مستديرة وورشات عمل وندوات تقنية تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية والسياسات العالمية حيال الطاقة والفرص الاستثمارية في القطاع.